مساء الخير كابتن أسامة حسني، وبقول لك كل سنة طيب. وحشني، حبيت أمس عليك وأمس على ضيفك النهاردة أليو بادجي. بقول له وحشتنا أليو، وإن شاء الله نتقابل على خير بإذن الله في الملعب. كابتن أسامة، أليو لعيب كويس جدا، وعلى المستوى الإنساني إنسان كويس ومحترم، لعيبة كلها بتحبه وبتعزه. نتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى إن ربنا يوفقه ويطلع كل إمكانياته، وجمهور الأهلي كله في انتظاره، وإن شاء الله موفق حبيبي. وعندنا كلمة بيننا وبين بعض، شد يا حيلك يا بابا فنان. تعقيبك على كلام الكابتن وليد سليمان، وكمان شد حيلك يا فنان. والله حاجة زي كده بتوصل قلبي، بلاقي في مشاعر كده من زمايلي. وليد سليمان ما اعرفوش من فترة طويلة، لكن شخص انا بحترمه جدا وبجني له كل احترام، ويعني الناس المميزين بالنسبه لي. راجل على المستوى المهني والاخلاقي عالي جدا في الملعب وخارج الملعب، انا بحترمه جدا. وليد ده شخص كويس جدا ومحترم جدا ولعيب كبير جدا، ليه مني كل الاحترام. وانا عشرته في النادي وشفت برضه فيديوهات لي ماتشات قبل كده، وانا عارف ان واحد من افضل الهدافين للنادي، واحد دلوقتي من اكبر اللعيبه اللي عندهم خبرات في النادي، وبيأدي بيد لعبه باحتراف في كل التمرينات، بقى على طول موجود في التدريبات وبيتمرن وبيدي قصارى جهده، وانا برضه بشجعه على ده، وصديق مقرب مني. ما بنتكلمش بعد التدريب، بس لما بنتقابل في التدريب بنسلم على بعض، وبنكون في المعسكر في الفنادق، باجي دايما بعد الاكل باجي بشكس وازقه شويه، بحب اقعد يعني يبقى في دعابه بيني وبينه. وانا شخصيا بشكر كابتن وليد سليمان اللي اختصنا